يا صباح الخير على مشاهدي قناة الصحة والجمال وحلقة جديدة من برنامجكم النيل اليوم، وزي ما عودناكم بتقديم كل ما هو يهم قضايا المجتمع. موضوع حلقة النهاردة يهم البنات بالأخص، ولكن قبل ما نبدأ في موضوع حلقة النهاردة أحب أرحب بزمايلي اللي معايا في الاستوديو. أهلا بيكي يا بسمة. أهلا بيكي رمسة. أهلا بيكي يا سارة. أهلا بيكي رمسة. موضوع حلقة النهاردة عن العنوسة اللي للأسف وصلت في مصر إلى 13.5 مليون، 3.5 مليون شاب و10 مليون فتاة، وهو طبعا عدد مش قليل خالص. لذلك احنا لازم نشوف ايه هي العوامل المتسببة في هذه المشكلة وايه هي الحلول اللي احنا نقدر نقدمها لحل هذه المشكلة، لان برضو رغم ان العدد ده كبير المشكلة دي مهمشة في المجتمع، والشباب لما بيلاقوا مشكلة بتأثر على نفسيتهم والمجتمع ما بيديهاش القدر الكافي اللي تستحقه من الاهتمام او بيحاول يحللهم المشكلة دي، كل ده بيأثر على نفسيتهم بالسلب. فعشان كده احنا في حلقة النهاردة هنناقش المشكلة دي مع بعض شوية ونتكلم عنها بالتفصيل. عندك حق يا رومانسية، هي فعلا مشكلة مهمة جدا، وللأسف المشكلة دي مهمشة في المجتمع. المجتمع والأهل بيضغطوا على نفسية البنت، ولما البنت بتصل إلى عمر معين وما يحسسها بضغط المجتمع والأهل عليها بتلجأ إلى الجواز الغير شرعي لكونها فقط عايزة تتخلص من لقب عانس أو من زن أهلها عليها. من رأيي برضو إن في أسباب كتيرة للمشكلة دي، أولا إن مثلا لو البنت إنها قررت إنها تنسى موضوع الجواز ده فترة وتكون شخصية مستقلة وتكون معتمدة على نفسها، ولو البنت فشلت في ده وتكون مثلا وصلت لعمر 30 أهلها بيبدأوا يلوموها ويقولها كلام سلبي لكونها فقط كانت عايزة تكون شخصية مستقلة. وبرضو لما تلاقي اللي حواليها سواء صحابها أو قرايبها بيتجوزوا أهلها بيبدأوا يقولوا كلام سلبي، كل ده بيضغط على نفسية البنت. برضو مش هننسى نظرة المجتمع السلبية للبنت، اللي بتصل لعمر معين من غير ما تتجوز، ده بيضطرها تتجوز من أي شخص والسلام من غير ما تسأل عنه، من غير حتى ما أهلها يعرفوا. بالظبط، يعني زمان كان سن العنوسه سن 20 سنه يبتدي يقول لا دي البنت عانس، لا دي عندها مشكله. لا دلوقتي كمان السن ارتفع لل 30 بسبب ان البنت ابتدت تبص للتعليم اكتر، ابتدت تبص لا ان هي تعمل كارير تشتغل، تبص لا هي تبقى ام مسؤوله ازاي تعلم ولادها. فكمان لسن ال 30 الناس بقت بتعمل مشكله، لا انت بقى عندك 25 26 30، فيبتدوا ياثروا عليها بالسلب، سواء ان هي يعني لو بتحقق نفسها في شغل فبتبتدي تسمع كلام سلبي جدا، ولما بتوصل للعمر ال 30 بيبتدي الناس يعني يتقدم لها ناس مش احسن، مش زي ما هي كانت متخيله ومش احسن ناس. يعني بتبتدي بقى تلاقي الشروط بتقل، المواصفات ما بتبقاش زي ما هي حطاها ومتخيله. فعلا عندك حق. في مثل برضو بنت حالة أنا كنت سمعت عنها، البنت دي وصلت لعمر 30 وكانت تقدم لها ناس كتيرة جدا، ولكن هي رفضتهم بسبب أنها كانت بتحلم بمستوى مادي ومستوى اجتماعي معين. وبعد ما البنت دي وصلت لعمر 30 وبدأت تحس بضغط الأهل عليها والكلام السلبي من المجتمع، اتقدم لها شخص متزوج وعنده أطفال، والبنت دي فعلا وافقت على الشخص دوت، وهو ضحك عليها برضو وقال لها أن هو طلق مراته. وفعلا البنت دي خلال فتره قصيره جدا كانوا خلصوا كل اجراءات الجواز وبعت لها الباسبور وسافرت له، ولما سافرت اتفاجئت ان هو مراته معاه موجوده في الشقه، فالبنت اتفاجئت طبعا، قال لها رضيتي على الوضع ده؟ تمام. ما رضيتيش انت حره. فالبنت رجعت على المطار وهي معهاش اي حاجه، وحتى ولا هي طايله ان هي تكون متزوجه ولا مطلقه. فاعتقد برضو ان كل ده بيرجع للتسرع، وان هي حتى ما ادتش نفسها الوقت ان هي تفكر او تسال على الشخص نفسه. تدور وتسال عن الشخص. بالزبط. فعلا. وفي الاخر بيبقى في حياه اي بنت عموما او حياه اي شخص بيبقى في طريقين، اللي هو مثلا ان انت تكملي حياتك مع شخص انت حباه وناويين تكملوا حياتكم مع بعض وتبنوا مستقبلكم ويبقى تحققوا احلامكم مع بعض، يا اما الطريق الثاني ان انت تبقي شخصيه مستقله وليكي مكانه في المجتمع وبتسعي ان انت تحققي نفسك. فاللي فيه الخير في الاخر ربنا بيكتبه لنا، فبلاش ان احنا نتسرع ونتخذ قرارات غلط من قبل حتى ما ان احنا نفكر فيها بشكل منطقي. بالظبط، يعني كمان مش عايزين ننسى ان الاتجاه العام للبنات دلوقتي لا اشتغل، لا احقق نفسي، لا كاريري. طيب تمام، بس الجواز سنة الحياة، زي ما بنقول ان البنت في عوامل ضدها في عوامل هي السبب فيها. ابرز العوامل اللي هي السبب فيها ان البنات ابتدت تبص لبعضيها اكتر، ان لا مش هتجوز اي حد، لا مش باي طريقة، مش باي فرح، مش باي شبكة، لا زي صاحبتي، زي بنت خالتي، زي اختي الكبيره. بيبصوا على المظاهر اكتر من هم يركزوا في شخصيه الشخص ده. بالظبط، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قال من ترضون دينه فتزوجوه او فزوجوه. من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فما قالش المظاهر وما قالش المال وما قالش الشكل والعربيه. لا يعني يا بسمه كمان الناس في الاخر كل ده هياثر في الاخر على مستقبل. لو هي خدت بالمظهر والشكل
الخارجي بس، كل ده في الاخر مثلا ممكن الجواز بالظبط الجواز ده ممكن ما يكملش مثلا، او حتى لو كمل كل ده هيبقى ليه عوامل سلبيه على الاطفال. بالظبط، هتطلع جيل تاني غير سوي نفسي اصلا، وغير هيبقى جيل تاني مادي، جيل تاني بيبص للفلوس فعلا. مش جيل طالع على خلق او على دين او على اسس سليمه فعلا. الحاله الاجتماعيه كمان لها اثر كبير جدا ودافع كبير في المشكله دي، مثلا يكون الشخص ده وقال للبنت حالتهم الماديه على قدهم مع الغلاء ده والمغالاه في الشبكه والمهر والضغوط الاجتماعيه عليهم، وحتى انهم مش قادرين يجهزوا بنتهم بالمستوى اللي هي عايزاه فبيحبطوا، والبنت بتحس بالضغط عليها وان هي مش قادره تساعد اهلها، وكل ده بيأثر على نفسيتها. بالظبط، وخلينا نتفق ان كمان في عنوسه عند الشباب مش عند البنات طبعاً. بس مش معنى ان احنا اتكلمنا باستفاضه اكتر عن البنات ان احنا طبعا نهمش الشباب. بالظبط، يعني دلوقتي الشباب بقت شايفه ان في غلاء في المهور جدا، في اصلا هم يعني اغلبهم هم بالظبط هم اغلبهم مضغوطين، فمش لا مش هيتجه للزواج، بيتجه شويه للحريه، ان انا ما حدش يتحكم فيا، ما حدش يقول لي بتروح فين بتيجي منين، بقى يتجه اكتر انه يسافر بره، يتجوز اصلا غير مصريه، فدي بتعمل حاله من حالات العنوسه كمان. وفي كتير قوي من الشباب، احنا وصلنا بتهيألي ل 3 مليون شاب 3 مليون ونص 3 مليون ونص شاب مصري. وبرده الشباب لما بيبصوا حواليهم ويلاقوا ان العلاقات الفاشله كتير جدا في الزواج بيخليهم يفكروا 1000 مره ان هم قبل ما يقبلوا على خطوه الزواج دي، بالنسبه لهم بقت الموضوع صعب، حتى لما يلاقوا اللي حواليهم كلهم بالمنظر ده فبيفكروا 1000 مره. بالظبط، يعني في كمان مشاكل اللي بتحصل ما بين الاهالي بتأثر بالسلب على الجيل اللي طالع جديد، يعني لما الولد والبنت يطلعوا يلاقوا اهاليهم مطلقين او اهاليهم فيهم مشاكل او الزوج بيضرب زوجته او الزوجه غير مطيعه لزوجها، فلا انا ايه اللي يدخلني في علاقه فاشله ثانيه؟ طب انا هشوف الاولاد بتعقد من الموضوع فعلا اصلا. كل ده بيأثر بالسلب على نفسيته. بالظبط، بيخلي الجيل الجديد اللي طالع عنده مشكله، طب ما ليه انا احول نفسي لعلاقه فاشله ثانيه وممكن تحصل وتاثر على على اولادي برضو زي ما حصل فيا يحصل في اولادي. محاكم الاسره اكبر دليل على الكلام ده فعلا. صح، وبرده يعني الشباب دولت اعتقد ان السبب ان هم بيخليهم يتاخروا في الزواج ضغط الاهل عليهم، يعني مثلا الشاب دوت لو راح يتقدم لبنته هو لسه في بدايه حياته ولسه يعني لسه بيقول يا هادي مثلا، ويلاقي ان الاهل بدأوا يضغطوا عليه ويحددوا له مستوى معين لازم يوصل له سواء في المهر مثلا او شبكه او كذا، كل ده برده بيأثر على نفسيته لما يحبط لسه وهو لسه في بدايه طريقه. تمام، مش عايزين ننسى برده ان ام العروسه دي مشكله تانية خالص، ان هو انا لا انا بنتي ما يجيلهاش اقل من كده، بنتي أيوة. ما يحصل لهاش أيوة. بنتي فرحها ما يبقاش زي فرح بنت خالتها، لا ده يبقى احسن. وكل ده في الاخر بيجي على نفسيه الشباب، ما هو برده لسه نفسيه الشاب والبنت بتعنس، هما ممكن يبداوا حياتهم مع بعض ويكملوا مع بعض ويبنوا كل ده مع بعض. ما هو انت بتاثر على نفسيه الشاب ان هو لا طب انا قدراتي الماديه دي مش هتاهلني ان انا اتجوز. كمان الرسول قال يسروا ولا تعسروا. عايزه تسرع فعلا. صح بالظبط، فلما هو الشاب يجي يتجوز ويلاقي ان امكانياته لا مش سامحه بالجواز، هو هيعنس والبنت هتعنس، هتفضل تقول لها لا انت تستحقي احسن من كده، لا انت جوزك يجيب لك اكتر من كده، لا ده هو مش مقدرك، هو مش محترمك. خلاص هي بتتحول تدخل في سن العنوسه ويبتدي ياثر عليها بالسلب، وهي وبرضه يا اسراء اعتقد يا ساره اعتقد ان الموضوع دوت السبب الاكبر فيه ان البنات كلها بقت تتجه لفكره ان هي تبقى شخصيه مستقله، علشان لما تيجي مثلا يتقدم لها شخص يحترمها ويقدرها قبل لان هي تبقى ليها مكانه في المجتمع، فالشخص ده يبقى مجبر ان هو يحترمها. والله اعتقد ده ليه علاقه بزياده نسبه العنوسه في مصر. هو تمام، بس هو كمان الاحترام مش بيجي بالشغل، هو بيحترمها لذاتها ولكاريرها ولنفسها ولاهلها ولخلقها ولدينها، كل دي اسباب يخليه يحترمها. يعني اهالينا كانوا ما بيشتغلوش ومش يعني مش في احسن شغل، لا وبالعكس جوازاتهم ناجحه، مطلعين اطفال اسوياء نفسيا، جوازاتهم مكمله سنين كتير، متجوزين في سن صغير، ازواجهم بتحترمهم، فما لهاش علاقه قوي بالشغل. دي حجه وهاله عاملاها الستات واهالي البنات علشان لا البنت نفسها بقت تحس ان هي لا الاول انا عايزه ابقى شغاله يبقى ليه مكانه في المجتمع عشان حتى الشخص اللي قدامي يحترمني بعد كده، ان بقى بنسبه مثلا البنات اللي بتهان في المجتمع بقت كتيره جدا، فالبنت بقت تتجه لا الاول انا ابقى ليا مكانه كده عشان اللي قدامي يحترمني، انا اجبره ان هو يحترمني لما ابقى مثلا ليا كارير معين. بس الشغل مش هيجبره ان هو يحترمها،
دي حقيقة يعني. ما في كام ست بتشتغل وبرضه ممكن تتهان من جوزها وتطلق يعني وتتضرب كمان ويحصل لها مشاكل كتير. هي معتقد خاطئ، هي بس بتتعلم علشان يبقى معاها، تبقى معاها شهادة كويسة، متعلمة تعليم عالي، تقدر تعلم أولادها تعليم كويس، تقدر تبقى متابعة مع أولادها في المدارس. لكن لو هنحط إن الشغل هو سبب من أسباب العنوسة، لا، كم من جوازات كمان ناجحة وستاتها بتشتغل ورجالتها بتحترمها. هي مش بتبقى علاقتها بالشغل على قد ما بالاختيار، الزوج نفسه بنختار حد على دين على خلق، فهو ساعتها هو فعلا بيحترم الست ايا كان معاها شهاده مش معاها. يعني بتشتغل، بتتكلمي في نقطه ان لازم الاول خلق الشخص الاول. بالظبط، خلق الاثنين سواء الراجل او الست. يعني انا دلوقتي ما ينفعش اروح اتقدم لواحده سمعتها مش كويسه، اهلها مش كويسين، ومفيش حد بيتجوز حد لوحده. هو السبب الاول اساسا في العنوسه هو الغلاء. يعني هو الرسول كان عليه الصلاه والسلام: من جاءكم من ترضون ودينه وخلقه فزوجوه. احنا ممكن نبني حياتنا مع بعض ونشتغل مع بعض ونحقق اللي احنا عايزينه مع بعض عشان الحياه تبقى سهله وسلسه، ونحقق اللي احنا عايزينه واحنا مع بعض. بالظبط، وفكره التعاون والتشارك. لكن دلوقتي كمان في ستات من قبل الجواز وهو لسه داخل يخطب: انا شغلي وفلوسي بتاعتي لوحدي. للميك اب في نسبه كبيره برضو من الرجاله بقوا يستغلوا الستات في الحته دي، اللي هو طالما انت بتشتغلي يبقى انت لازم تساهمي معايا في البيت مثلا. ما هو لو يعني مش هقول لك لو يستاهل مساهمه في البيت، بس لو فعلا البيت ناقصه حاجه، لا ده دور الست. تمام، لا لو هي من نفسها تبقى من نفسها، مش هو اللي يطلب منها. ماشي، مش هو اللي يطلب منها، بس في ازواج بتبقى حالتهم الماديه مش احسن حاجه، فهو هي مجبره تساعد. التعاون والتشارك ده اهم حاجه عشان احنا بنبني اسره، مش داخلين سبق ومش داخلين ان الست احسن من الراجل، او احط راسي براسك، او اثبت نفسي ان انا احسن منك وزيك بالظبط فمفيش مشكله. كل الاسباب دي ومعتقدات الستات كمان دلوقتي من الجروبس على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى الانستجرام، الدنيا ابتدت تبقى فيها مشاكل. تلاقي واحده كاتبه مشكله على الفيسبوك: ده انا خطيبي زعق لي مش عارفه اسيبيه. انتي تستاهلي واحد احسن منك. البنات بيقوموا بعض بتقوموا بعض، وبتشوف دي وبتشوف دي: ده انا بشتغل واخد 10 7 8000 جنيه. طب انا ليه ما اشتغلش؟ لا مش مهم الراجل دلوقتي، مش مهم. مع ان ده سنه من سنه الحياه، ان لازم يعني انك نبني اسره، نكون عيله، ويعني دي حاجات امرنا بيها ربنا عشان نكمل سنه الحياه ونكمل السلاله ونكمل البشريه. ولكن ان انا اسيب ده كله عشان شغلي، طب ما ينفعش. طبعا ما ينفعش، لازم نكمل الدايره، ولازم نكمل عشان الحياه تمشي على الاقل، عشان بعد كده نبقى احنا الاثنين يعني ضامنين مستقبلنا مع بعض. مثلا مش البنت تبقى هي رايحه على شخص مثلا رمي هي نفسها كله، يعني رمي مثلا مصاريفها كلها عليه. لا برضو يعني بالعكس، لكن مش هنحط الشغل عبء ومشكله للعنوسه. لا بالعكس، ده هي المفروض تشتغل وتساعده من الاول. في تجارب كتير ونماذج كتير، يعني كان في بنات انا اعرفهم معرفه شخصيه بالعكس اشتغلوا بعد الجواز علشان تساعد جوزها، وعن رضا وعن مرتبها بترجع تحطه في البيت، هنشوف هنعمل بيه ايه، هنعمل بيه علشان بيبقى الشاب اصلا بيحبوا بعض. بالظبط، بيبقى الحب والتعاون. لكن بالظبط، وهما بيبقوا هو اصلا بيبقى بادئ حياته ان هو عليه ديون علشان يجيب شقته، عليه ديون علشان يفرش شقته. ما هو لازم التساهل في الامور عشان ما نلاقيش العنوسه بالنسب العاليه اللي احنا شايفينها دي. بس فدي وجهه نظري. انا شايفه ان الناس محتاجه تهدى على بعضيها شويه، الشباب محتاجه تبص للمراه المصريه بنظره ارحم شويه. يعني بلاش نظريه ان الست المصريه نكديه، وبلاش نظريه ان انا لا مش مراتي ما تعملش ومراتي ما تسويش. لا، في تساهل، في تبقى الدنيا اسهل شويه، والست برضو تبتدي تتعاون تتشارك، تبتدي تعرف ان فعلا عندك حق. احنا المفروض برضو بالاكتر ان احنا نركز مع الشباب دولت، نشوف لهم ايه هي المشاكل اللي بتواجههم، نحاول ان احنا كمجتمع يعني ندي الشباب دول الاهتمام اللي هم يستحقوه. لان الشباب دولت برضو خلينا مراعين ان هم مضغوطين جدا في المجتمع، وان هم كلهم بيبقى نفسهم يوصلوا لمستوى يعني مستوى مادي معين، والمجتمع ما بيساعدهمش في ده. بالظبط، المجتمع مش بيديهم فرصه، ما فيش فرص عمل متاحه مناسبه، اسعار الوحدات السكنيه غاليه،
الشباب مش يعني فعلا المشكله داخله في ان هم مش لاقيين، غير ان هم يعني في جزء مش عايز وفي جزء مش لايق. يعني اللي مش عايز ده بيبص بقى ان هو اللي احنا قلناه، التجارب الفاشله، المشاكل، الاحداث اللي احنا اتكلمنا فيها كلها. لكن اللي مش لاقي ده، ده مشكله اكبر، مشكله محتاجه حلقات وحلقات عشان نتكلم في الشباب اللي مش لاقيه. بس ف لازم الاهالي تتساهل، لازم الدنيا تبقى احسن، لازم ويا ريت برضه يحطوا ضغط على الشباب شويه، لان نفسيتهم بتكون متاثره باللي حواليهم او بالعلاقات الفاشله اللي هم بيشوفوها مثلا. بالظبط، فعلا عندك حقيقه. بس لكن بلاش نعلق شماعات على حاجات ملهاش لازمه. لازم المجتمع يبقى نظرته ارحم شويه بالبنت اللي بتوصل لسن معين، لازم تبقى الدنيا اهدى شويه على البنات. والله البنات كائنات غلبانه جدا يعني اكيد ولطيفه هي، بس الفكره ان هو لا، يعني بتبقى عايزه تحقق كارير، بتبقى مشاكل من الاهل، بتبقى من الدنيا. اتمنى تكون فقرتنا عجبتكم، وان شاء الله نعود في حلقه جديده بموضوع جديد.